فبقى فيها برضو الكونسبت بتاع المشاهدة بتاع السينما، بس هو بدل ما المشاهد بينزل من بيته ويستقطع من وقته ويستقطع من فلوسه ويبقى رايح لك مخصوص أو رايح للفيلم مخصوص، هو عمل نفس الحالة دي في البيت. فأنا احترمت الحالة دي جدا، إن هو هيختار بوحد إرادته، هو اللي هيدفع الاشتراك، هو اللي هيخصص الوقت، هو اللي هيحدد هيتفرج على كام حلقة، هو اللي مختار. يعني لو رن التليفون هيعمل بوز وهيكمل. فحالة المشاهدة اختلفت، بقت شبه حالة مشاهدة السينما، إن أنا خصصت لنفسي وقت هتفرج فيه على حالة فنية. ده اللي شجعني أكتر، وده مش معناه إنه يعني خلاص الموضوع فتح، لا، أنا ما زلت أتعامل مع فكرة الموضوع والدور. الموضوع يلمس قلبي، في منه رسالة حلوة ممتعة ورسالة غنية توصل لقلب المشاهد، وفي نفس الوقت دوري يستفزني أنا كممثل. فدي أكتر الحاجات اللي شجعتني إني أخوض التجربة بعد تقريباً 18-17 سنة، لأن موضوع التلفزيون اختلف. رنا رئيس يعني أنا انبهرت بيها من قبل ما اشتغل معاها أصلاً، من ليالينا 80 وقبل كده، فممثلة مرعبة. أنا كنت خايف إن أنا هقابلها، لأن أنا بقعد في بيت بتفرج عليها مثلاً أنا بتخض، فأقول يا رب أبقى قد الفترة دي والبساطة دي. محمد رمضان كوميديان مرعب، أنا ما أقدرش أحصله في كوميديا مثلاً.